السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إسلام الكومي. في درس النهاردة هنتعلم حاجة مهمة لو أنت هتشتري كمبيوتر جديد أو كمبيوتر مستورد، وهي إزاي أعرف كل مواصفات جهازي من بروسيسور أو كارت شاشة أو نظام، إذا كان 32 بت أو 64 بت أو رامات، أي حاجة عاوز أعرفها في الجهاز. وده من خلال طريقتين. الطريقة الأولى اللي احنا هنروح عند ماي كمبيوتر أو زيز بي سي على حسب ما موجود عندك، وتضغط عليها كليك يمين وبعدين بروبرتيز. ظهرت لي النافذة دي وبتقول لي زي ما انتوا شايفين كده ان الويندوز بتاعي اصدار 10 برو، اصدار 2017 مايكروسوفت. تاني حاجة ان البروسيسور بتاعي تي ام جيل تاني، او الرقم ده بيكون هو الرقم المعبر عن الجيل. الرامات بتاعتي 2 جيجا ونظام التشغيل 64. دي مواصفات الجهاز. طيب انا لو حبيت اعرف بقى عن مواصفات كارت الشاشة اجيبها منين؟ هتضغط على علامة الويندوز زائد حرف الار ونبحث عن دي اكس اي دي اي اي جي. هيظهر معانا كل مواصفات الجهاز في قائمة السيستم. هنا مديك في قائمة السيستم البروسيسور والرامات ونظام التشغيل. في القائمة التانية قائمة الديسبلاي بيديك خصائص كارت الشاشة، وهنا خصائص الصوت والانبوت. دي بتديك كل مواصفات الحاجات المتوصلة بالجهاز بتاعك، زي الماوس او الكيبورد او اليو اس بي وهكذا.